اليوم الحصول على الموافقة من البرلمان التركي بإرسال القوات. وأعتقد أن هذا التفويض هو في منتهى الخطورة، لأنه أعتقد أنه هذا ربما يؤدي إلى يعني مش غير أنه تصعيد للأزمة ووضع الأزمة على حافة الهوية الآن في المنطقة، ولكن ربما يؤدي إلى يعني حرب إقليمية في الساحة الليبية، لأنه هذا يمس الأمن القومي العربي. أولا تتحدث عن دولة عربية، تتحدث عن دول جوار لها أمن مباشر بليبيا مثل تونس مثل الجزائر، ثم الأمر الآخر الذي هم مصر وهم الأمن القومي المصري، لأنه بالتأكيد أنت تدري وكل يدري مدى العداء الذي يكون أردوغان لمصر من بعد تحطيم مشروعه في مصر وسقوط جماعة الإخوان. فبالتالي أنا أعتقد أن الاجتماع اليوم في مصر أو الاجتماع في البرلمان الليبي سيزيد من حدة تعقيد المسألة، وربما يكون رد الفعل عنيف للغاية. الجانب الآخر، هناك انتهاك صارخ من تركيا للقرارات الدولية، لأن هناك قرار بالتأكيد اللي هو رقم 1970 لسنة 2011 بحظر توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا بشكل عام مع كافة الأطراف الليبية. فكيف سيستقبل المجتمع الدولي